السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا شباب. بإذن الله سبحانه وتعالى هنشرح بروتوكولز سي دي بي و ال 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 دي بي. النهارده بإذن الله هنتكلم عن النقطتين، نقطة عن السي دي بي ونقطة عن ال 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 دي بي. طيب السي دي بي ده يا جماعة اختصار لسيسكو ديسكفري بروتوكول. أعتقد أي حد بيرفرش سي سي إن معايا عارف طبعا البروتوكول ده. ده بروتوكول مخصوص يعني بيتم إيه بي يعني بيخلي الأجهزة اجهزه سيسكو تتعرف على بعضها، تمام؟ ده بيبعت سي دي بي باكت، ده بيبعت سي دي بي باكت. وبالتالي لو انت مثلا جيت عملت شو سي دي بي نيبور من السويتش ده، يقول لك انا متصل بسويتش سيسكو الفلاني، راوتر سيسكو الفلاني، الاي بي بورت سيسكو الفلاني، وهكذا، تمام؟ فيعتبر هو بروتوكول بيستخدم بي تو انديكيت ذا هول توبولوجي في النتورك. عن طريقه انت ممكن تعرف الرسمه بتاعت الشبكه بتاعتك ماشيه ايه، ماشيه ازاي، تمام؟ فده الايه الهدف من السي دي بي، تمام؟ برضو السي دي بي برضو بروتوكول يستخدم فيه ان مثلا انديكيت الدوبلكس ميس ماتش. لو حصل فيه دوبلكس ميس ماتش برضو بيتم اكتشافه ببروتوكول سي دي بي. ده مثلا فولد هاف في باكت تتسقط، السي دي بي يقدر يعرف لك الايه الجزئيه دي، تمام؟ ده فيما يخص الايه السي دي بي. طبعا باكت السي دي بي بتتبعت باي ديفولت كل 60 ثانيه، تمام؟ يعني السويتش كل 60 ثانيه كل دقيقه بيبعت ايه باكيت سي دي بي. لو سويتش مثلا سويتش 1 ما استقبلش لمده 180 ثانيه باكيت من سويتش 2 يحذفه، تمام؟ دي من ايه الجزئيات بتاعت التايمرز بتاعت السي دي بي. اما فيما يخص السي دي بي الغيه ولا لا، بصوا يا جماعه في ناس يعني اقول لك ايه، بص السي دي بي استعمله وانت بتصمم الشبكه بتاعتك كلها. بعد وانس ان انت خلاص صممت الشبكه تمام التمام، اقفل السي دي بي. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ممكن يعني ممكن يحصل ايه، هاكر يلوجن على سويتش، ومن السويتش ده يقدر يعرف ايه السويتشات او الراوترز المتصل بيها بالسويتش ده، تمام؟ فطبعا ده بيوفر للهاكر او بيسهل له جزئيه الانفورميشن جاذرنج، تمام؟ بعد ما تخلص الامبلمنتيشن خالص اقفل الايه السي دي بي كسكيورتي كاونتر ميجر. طيب ده كلام جميل. فيما يخص ال ال دي بي ده اختصار ليه لينك لاير ديسكفري بروتوكول. ده مش سيسكو بروبرايتري زي سي دي بي. سي دي بي بيطبق فقط على اجهزه سيسكو، اما ال ال دي بي بيطبق على اي اجهزه، بيطبق على اي اجهزه دي لينك مايتك اتش بي، تمام؟ فهو بروتوكول ستاندرد باي ديفلوبد باي اي تريبل اي، يعني تم تطويره بواسطه اي تريبل اي، مؤسسه اي تريبل اي، تمام؟ نفس الخواص بتاعت الاي ال سي دي بي، ولكن هو بيقدم لك معلومات ايه اقوى شويه. يعني مثلا ممكن تديكيت منه لو انت مثلا سويتش مثلا متصل باجهزه اجهزه كمبيوتر، فانت ممكن تديكيت ده ويندوز سيرفر، ده ويندوز 8، ويندوز اكس بي، تمام؟ ال ال دي بي لو انت سطبته هنا وسطبته، طبعا هو مش بيسبورت على الاكس بي او ويندوز 7 فما فوق، تمام؟ يقول لك ده ويندوز سيرفر 2012، ده ويندوز سيرفر 2008، او ده ويندوز 8، تمام؟ فانت تقدر لو انت سطبته على السويتش، تمام؟ وبرده ظبطته على الاوبريتنج سيستم، ممكن انت من السويتش تعرف نوعيات الاوبريتنج سيستمز المتصله على كل ايه، على كل بورت. طيب ده كلام جميل قوي. انا اعتبر اهو خلصنا واتكلمنا عن السي دي بي وال ال دي بي. انا اعتبر خلصت. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنتعامل بقى مع بروتوكول السي دي بي وال ال دي بي بشكل متعمق شويه في اللابات العملي بتاعتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.